السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض الفشار باللب بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا، بس المره دي هنضيف عليه اضافه تانية كمان، بحيث ان احنا نعمل 3 حاجات مع بعض مش 2 بس. انا كل ما بعمل الوصفه دي يا جماعه زي ما قلت لكم، ولادي هم اللي بيطلبوها مني وبيلحوا عليا، فلو عملتيها مره هتندمي ان انت عملتيها، لان ولادك كل شويه هيفضلوا يطلبوها منك. لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل الاشعارات. طبعا يا ريت ما ننساش نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هاتي بقى لايك للفيديو كده من ايدك الحلوه وسبسكرايب للقناه، وتعالي يلا بينا نشوف بقى مع بعض هنعملها ازاي وبانهي شكل وانهي طريقه. يلا بينا. دلوقتي بقى هعمل معايا اول حاجه بقى، وان انا هحط معايا شويه كده من الفشار. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده في نص الحله، وهحط كمان عليها اللب بقى، مش هحطه بقى كله في النص التاني، هسيب كده شويه وهحط معايا السوداني في النص التاني. شايفين بقى كده شكلها عامل ازاي؟ باخد بقى دلوقتي معايا الزيت وبحط بقى كده ايه الزيت على اللب والفشار، وكمان معانا السوداني هننزل عليهم كده بالزيت. حطي بقى حوالي معلقة واحدة بس من الزيت، ونبدأ ان احنا ايه نلف الكلام ده كده كله على بعضه. بصي بقى الكلام ده كله كده على البارد، قلبي بقى كده. بصي انا حاطه حبة لب صغيرين جدا، يعني مش كتير. بصي بقى التركية طبعا اللي انا دايما كل مرة اقول لكم عليها، وهي رشة الملح، ان احنا يعني ايه عايزين نحط كمان الملح معانا. بسم الله. حطي بقى على قد تمليحة ايه الوصفة بالكامل، اللي هو اللب على الفشار على السوداني كله على بعضه. اهم تركية في الوصفة دي ان انت ما ينفعش توقفي بمجرد بس ما عملتيها كده، هتبدأ هنقلب طبعا باستمرار عشان ما فيش حاجة تتحرق مننا، وفي نفس الوقت ايه نطلع بيها بقى دلوقتي على النار ونشوفها هتطلع عامله ازاي. ظهرت بقى مع اللب مع السوداني بقى الكلام ده كله بقى مطلع ريحه. بصي خليكي بقى بتقلبي كده تقليب مستمر، اي حتى افضل بحيث ان انت تشوفي الفشار بتاعك وصل لحد فين. دلوقتي بقى اتعملت معايا وبقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، بس مع الاسف تجربه اللب كانت كويسه، لكن تجربه السوداني بصراحه مش حلوه خالص، ما عجبتنيش. تعالوا بقى اقول لكم احنا بنعمل العادي اصلا بنعمله ازاي. ده يعني التتبيله بتاعته حلوه او طعمه حلوه او طعمه حلو. تعالوا بقى نعمل العادي اهو. باخد بقى العادي عندي عشان اعمله، شيله ده كده على جنب. العادي بقى عندي عشان اعمله هعمل ايه؟ اخد بس اول حاجه كده احطها عليها. بسم الله. اللي بقى من غير لب ولا سوداني ولا اي حاجه، باخد فيه معلقتين كده من الزيت او معلقه كده من الزيت، وعليها رشه كده من الملح على قد بقى تمليحه الوصفه بالكامل او الفشار نفسه بالكامل. نص يعني يعتبر نص معلقه صغيره من الملح، وباخد الفشار بتاعي معايا اهو. هزود بس كميه الفشار شويه، هزود بس معايا كده ايه كميه الفشار شويه. بصي بقى خلي كميه الفشار عندك عامله ازاي، زي كميه يعني بصي بحيث ان هي تكون ايه مغطيه الجزء ده كده اهي، عشان تديكي النتيجه اللي انت يعني تديكي نتيجه كويسه برضه اهي. بصي بقى ازاي هاخده بقى واطلع بيه على النار وكده، مش محتاج غير بس ان انا احركه كده وانا بسويه، وهتلاقيه استوى معاكي باذن الله وبيطلع جميل جدا من غير بقى الافتكاسات بتاعت اللب والفشار والحاجات دي. التجربه ان انت بقى تحطي اللب على الفشار على السوداني. بصي السوداني اتفحم معايا ازاي، لكن اللب عادي جدا هتلاقيه اتعمل لو انت لو هو ما اتعملش، لكن السوداني ما بيستحملش. تعالوا بقى نحطه على النار وبعد ما يطلع اوريه لكم. اقول لك بقى بصي الطريقه العاديه، ان انت بتجيبي الفشار وتحطي عليه الزيت وتحطي الملح وبتحطيه زي ما هو كده
يا دوب تديله بس تقليبه كده وتروحي حطاه. انا غطيتها بالغطا ده عشان الغطا التاني كان عايز شويه تقعدي تقلبي فيه وكده، فممكن تستبدليها يعني بدل ما تقلبي بس مع السوداني، ما بتكونش ناجحه خالص. لكن مع ال لكن بالشكل ده كده الفشار لوحده بتنفع عادي وبتكون معاكي النتيجه حلوه اهو. دي بقى كلها بالطريقه العاديه بكل التركات بتاعت الطريقه العاديه. يعني بصي الطريقه العاديه ما فيهاش افتكاسات ولا حاجه، بس لو انت حابه تجددي وتغيري. اهم حاجه ان انت بتهدي معاكي النار، يعني مش قوي، خليها متوسطه بحيث في البدايه بس الفشار يبدا يسخن معاكي ويبدا يفرقع كده، بعد كده تهدي بقى النار معاكي هتلاقي النتيجه جميله جدا. بس في النهايه بتهدي النار خالص عشان ما فيش حاجه تتلسع منك. هو كده غالبا يعني بصي ما شاء الله بدات ان هي ايه تغطي الحله كده. دلوقتي بقى يعني انا شايفه حتى لو عليناها شويه ما فيش اي مشكله، حتى لو سيبنا الغطاء اقصد مرفوع ما فيش اي مشكله. تعالوا بقى نقدمها دلوقتي مع بعض ونشوف بقى ايه هيطلع معانا عامل ازاي. بصراحه جميل جدا، نطفي النار بقى خالص ويلا بينا نقدمه ونشوف بقى الشكل النهائي هيطلع معانا عامل ازاي، والطعم كمان النهائي انهي اللي هيطلع احلى فيهم، اللي باللب والفشار، باللب والسوداني باللب والسوداني ولا بالفشار لوحده. دلوقتي بقى خلاص الفشار بتاعي اتعمل، هاخده بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم وهنزل بيه بالكامل اهو بالشكل ده كده. تعالوا بقى نشوف انهي الاحسن. مبدئيا ككميه مش هتفرق الكميه لان احنا حاطين يعني هنا وهنا، لكن بقى في الطعم تعالوا نشوف كده. بصي هو هنا اللون غامق وطعمه جميل بصراحة، هنا بقى اللون فاتح وطعمه حلو برضو، بس طعم الفشار العادي اللي احنا متعودين عليه. لكن بالسوداني واللب تحسيه طعمه مختلف شوية اكتر، تحسيه كأنه متبهر اكتر. فلو انت بقى حابة ان انت تعملي فشار بطريقة مختلفة تقدري تعملي يعني ايه، تختاري انت بقى ما بين الطريقة العادية او التقليدية وما بين الطريقة التانية اللي بطعمها مختلف شوية. في النهاية الاتنين عجبوني بصراحة والاتنين حلوين. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسينيش بقى في الكومنتات واللايكات ولايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل الاشعارات، وما تنسوش برضو تكتبوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.